وبالحديث عن الجالية الجزائرية دائما، فقد كثفت الجمعية الخيرية الجزائرية في بلجيكا من نشاطها الإنساني خلال شهر رمضان، حيث وفرت الآلاف من الأطباق للاجئين، ودعت كذلك غير المسلمين لحضور موائد الإفطار الجماعية، وهذا لمعرفة مدى سماحة الدين الإسلامي الحنيف. الجمعيات الخيرية التي ينشط فيها العديد من المغتربين الجزائريين وسعوا نشاطهم إلى العديد من المناطق في بلجيكا، والتي شملت كل من العاصمة بروكسل ومدن بلجيكية أخرى، وذلك لوصول الرسالة الإنسانية لأكبر عدد ممكن من المحتاجين، خاصة بعد موجة اللاجئين الأخيرة التي عرفتها القارة الأوروبية. Comme les Phoenix, donc c'est une organisation, une ASBL Phoenix de la Flandre, et aujourd'hui nous organisons un grand iftar international. Donc nous avons de plusieurs nationalités et ce but de cet iftar c'est pour venir en aide aux réfugiés des Syriens qui sont installés ici à Gand. Je leur dis que voilà, je leur souhaite plein de bonnes choses, de bonheur et de joie et d'unité et de retrouver un vivre ensemble sympathique.